من مواقف وأحداث وحتى مشاعر بتحدث لأسباب معينة. فالأشخاص بيبتسموا وبيضحكوا بسبب الشعور بالسعادة أو بالإنجاز اليومي، والجوع بينشأ عند الحاجة للأكل وتغذية الجسم ومده بالطاقة. لكن هل سألنا أنفسنا ليش بتنزل دموعنا لما منشعر بالحزن؟ النظام الدمعي بعين الإنسان هو المسؤول عن إنتاج الدموع وإفرازها، إذ عن طريقه بتتشكل الدموع اللي بتحتوي على نسب عالية من المياه، كما أن البروتينات والإنزيمات والمواد اللي بتحتوي على النيتروجين بتساعد على تشكيل الدمع. أما بالنسبة للسر الكبير وراء ملوحة الدموع، هو أن الدمعة بتتكون بنسبة 9% من الملح، لكن تركيبة الدموع بتختلف بحسب السبب والشعور اللي أدى لنزول الدمعة. الدموع أيضاً بتختلف وبتتنوع، فالدموع القاعدية تنتج بصورة دائمة في العين لتنظيف وحماية القرنية، كما أن الدموع القاعدية بتعتبر حاجز لحماية العين من الملوثات الخارجية. أما النوع الثاني من الدموع فهي الدموع اللا إرادية اللي بتنزل من العين بكميات كبيرة عند الالتهاب أو في حال دخل جسم غريب للعين. لكن الدموع اللي بتنهمر من العين بوقت الحزن بتتسمى بالدموع العاطفية، يلي بتتحفز عن طريق المشاعر القوية مثل الفرح والحماس أو حتى الغضب والحزن. الأبحاث والدراسات الطبية بتأكد أن البكاء العاطفي بيخلي الشفاء والتعافي من الأمراض وحتى مواجهة المشاكل أسهل على الدماغ البشري، خاصة أن البكاء بيساعد على التوازن البيولوجي في جسم الإنسان. فعند البكاء ونزول الدموع بتزيد القدرة على تحمل المهمات والضغوطات لفترة أطول. جسم الإنسان بيعتمد على الكثير من الاستراتيجيات والتكتيكات ليحافظ على توازنه ونشاطه، والدموع هي وسيلة مهمة لنقل المشاعر والتواصل بين الإنسان والعالم الخارجي.